بسم الله الرحمن الرحيم. ده شابتر 4 في جانيت براون، وده بيتكلم عن الانفورميشن مانجمنت، المعلومات اللي موجوده داخل اي مؤسسه بتتعامل في الخدمات الطبيه، وازاي ان انا استخدم المعلومات دي في اني اطور واحسن المستشفى واطلع منتج كويس، او اني اطلع خدمه طبيه ممتازه علشان الناس تجيني. يبقى انا لازم استخدم المعلومات اللي موجوده عندي بصوره ايجابيه. فالمعلومات دي بتبدا ازاي؟ بتبدأ بكلمة واحدة، data. ايه الداتا؟ يعني ايه داتا اصلا؟ داتا اللي هي عبارة عن single observation. انا بدور على single observation، يبقى انا بجمع observation واحدة فقط لا غير، وبتابعها كل يوم. مثلا الولد ده بيبص على الفراشة، مراقب اي حاجة فيها، وثبت ان هو كل يوم بيشوفها هي بتعمل ايه او الفراشات بتعمل ايه. فهل يستطيع ان هو يجمع انفورميشن، يجمع ديتا ويطلع بيها بحاجه معلومه يستفيد بيها؟ يبقى الديتا هي سنجل اوبزرفيشن. انما لما تحط الديتا على الديتا على الديتا، ده بيدي لك معرفه، بتفهم الموضوع مش ازاي. يبقى ديتا لما تجمعها مع بعض ممكن تعمل حاجة اسمها information، أو معلومة قابلة للتداول أو الاعتماد عليها أو تعديلها. طيب يبقى الانفورميشن دي بنعملها ازاي؟ يعني هنجيب الانفورميشن دي ازاي من المستشفى؟ فأنا لازم أعمل aggregation للديتا، أجيب الديتا الصغيرة دي وأعمل لها aggregation، أجمعها، وبعد ما اجمعها بعمل لها اناليسس. الاناليسس ده بتحلل بيه الداتا وبتحطها في ترتيب معين، بتحطها في اشكال معينه بحيث انها تبدا تعبر عن شيء. بعدين بعد كده ابدا اترجم. خلاص انا حطيتها في وضع شكله حلو، بار شارت او باي شارت او اي حاجه من الحاجات اللي هي الاستاتستكس، التولز بتاعت الاستاتستكس اللي بنستخدمها، وبترجمها علشان الناس تفهمها. يبقى الانفورميشن دي بعملها ازاي؟ اني بجيب الداتا الاصليه اللي هي السنجل اوبزرفيشنز، وبجمعها واعمل لها اناليسس واعمل لها انتربريتيشن. الحكايه دي بتساعدني اني ممكن اعمل ديسيجن ميكنج، اروح يمين اروح شمال، ايه القرار اللي ممكن اخده نتيجه الانفورميشن ان انا عرفتها. يبقى الديسيجن ميكنج بيعتمد على السنجل ديتا اللي موجوده، ولما جمعتها مع بعض عملت انفورميشن، والانفورميشن دي عرفت بيها معلومه، والمعلومه دي انا عايز اخد فيها قرار. انا هدي مثال البيشنت فول. دلوقتي البيشنت فول ده ديتا موجوده على ارض المستشفى. يا جماعه في عيانين بيشتكوا ان انهم بيقعوا من على السرير، الكلام ده صحيح؟ ما حدش عارف. في انا سمعت مش عارف الاسم ده، انا سمعت في الاسم ده، فما فيش حاجة واضحة. إنما لما المستشفى تاخد قرار إنها تعمل مونيتورنج على البيشنت فول، يا جماعة سجلوا لنا البيشنت فول. طيب أنا هبدأ أعمل إيه؟ أعمل جاذرنج للديتا، هجمعها. طب جمعت البيشنت فول ولقيت إن في مثلا 5 حالات وقعوا الشهر اللي فات، و4 حالات الشهر اللي قبله، و3 حالات الشهر اللي قبله، يبقى أنا عندي بيشنت فول. يبقى أنا الإنفورميشن وصلت لي إن عندي بيشنت فول. طيب أنا عايز أمنحها، أعمل إيه؟ انا لازم اخد قرارات، او احاول ان انا اتبع طرق اكثر امانا علشان انقل العيان، او اخد بالي من عيان. طب نوعيه العيانين اللي بيقعوا ايه؟ طب شكلهم ايه؟ طب هل انا اللي غلطان؟ هل النيرس اللي غلطانه؟ هل الدكتور هو الغلطان؟ بفهم الموضوع ماشي ازاي، والعيان بيتنقل من فين لفين، وببدا اعمل ديسيجن ميكنج. لا ده لازم العيان يتنقل على ترولي، لا لازم المريض اللي هو الكبير يكون في حد جنبه واخد باله منه، لازم اكتب على السرير ان البيشنت ده عنده ريسك فور فول، ممكن اعمل له كمان اسوره مكتوب عليها ان هو ده بيشنت معرض ان هو يفول، فباخد معاه اجراءات اكثر احترازيه، وممكن اعمل كمان فورمات وشغل جامد جدا بحيث ان انا اقلل البيشنت فول. يبقى هدف الانفورميشن مانجمنت الشابتر ده هدفه ايه؟ ان انا استخدم المعلومات اللي عندي موجوده داخل المستشفى او داخل المؤسسه اللي بتقدم الخدمات الطبيه، في اني اخد قرار يحسن لي الاوتكم. مش الاوتكم بس، ده انا احسن الاوتكم واحسن كمان
البروسيس. البروسيس لو اتحسن يبقى الاوت كام بالطبيعي ايه هيتحسن. طب احنا الداتا دي هندور عليها فين؟ هنلاقيها فين يعني؟ يعني هي موجوده في المستشفى. طب اروح فين؟ في الداتا متقسمه لثلاث حتت ممكن ادور فيها: ادمنستريتيف وكلينيكال وديسيجن ميكنج سيستمز. ثلاثه سيستم. السيستم الاولاني اسمه ادمنستريتيف انفورميشن سيستم. اسمه ادمنستريشن انفورميشن سيستم. طيب الادمنستريشن انفورميشن سيستم دول ايه بقى؟ ايه ادمنستريتيف يعني؟ فين نلاقي المعلومه؟ فين نلاقي الداتا دي؟ فين هنلاقيها؟ فاينانشال، في الماليه، في الفواتير، في الانفنتوري اللي هو التخزين، ايا كان التخزين، تخزين معلومات، مخزن، سبلايز مانجمنت برضو مخزن، هيومن ريسورسز، الريسك مانجمنت، الكواليتي مانجمنت انفورميشن، كل دي اقسام. البوليسيز والبروسيدرز، الحاجات دي كلها ورق، اوراق مكتوبه وفيها شغل كتير جدا وديتا كتيره جدا وممكن اطلع منها احصائيات تعرفني انا ماشي ازاي. ده الادمنستريتيف انفورميشن. الكلينيكال انفورميشن وده اللي بي يعني يهمنا اكتر شويه، مينلي بنتكلم على الالكترونيك ميديكال ريكورد. الالكترونيك ميديكال ريكورد اللي هي التذكره الالكترونيه. طبعا احنا في مصر ما عندناش تذكره الكترونيه، او لازم تكون يعني مستشفى ادفانسد عندها سيستم وبتدفع فلوس عشان تعرف تعمل الموضوع التذكره الالكترونيه ده. لكن التذكره الالكترونيه ميزتها ان انت ما بتستخدم كمبيوتر، اما بتطلب معلومات بتجيلك كلها، يعني ممكن تعمل احصاءات بضغطه زر فقط بسرعه. لكن بالنسبه للمانيوال او التذاكر اللي هي العاديه بضطر ان انا ابص على كل تذكره او كل ريجستري عشان اجيب المعلومه منه. فالالكترونيك ميديكال ريكورد ده واحد من الكلينيكال اللي استطيع اجيب منه الكلينيكال انفورميشن سيستم. الفارماسي برضو اللي هو تداول العلاجات، وده طبعا مهم جدا، موجود داخل الاسم وخارج الاسم وفي الصيدليه نفسها. اللابوراتوري داتا طبعا، والراديولوجي داتا، كل دول كلينيكال انفورميشن سيستمز، وبعرف بيها اداء كل الاقسام وكل الناس اللي بتشتغل جوه المستشفى، سواء كانت ممرضات، دكاتره، فنيين، اداء القسم ده واداء القسم ده. اكتر لجنتين داخل اي مستشفى بتتعامل في الكواليتي، اكتر لجنتين بيستخدموا الكلينيكال انفورميشن سيستم هما الريسك والكواليتي مانجمنت كوميتيز. الجماعه دول يعني بيدوروا على اي معلومات داخل السيستم تخص المريض والبروسيس اللي هو ماشي فيه. البروسيس اللي ماشي فيه لو هو كويس يبقى تمام، لكن لو في مشكله طب ما نحلها. فالريسك مانجمنت بيدور على انه يمنع المشكلة انها تحصل، والكواليتي مانجمنت برضو بيدور على ان المشكلة ما تحصلش، وكمان انه يطور اداء الناس اللي بتشتغل جوه المستشفى الى الافضل. السيستم الثالث اللي بنتكلم عليه هو الديسيجن ميكنج سيستم. ده سيستم سوفيستيكيتد شوية، يعني هتلاقي في الدول المتقدمة. يعني السيستم ده بياخد المعلومات من الادمنستريتيف سيستم، وبياخد المعلومات من الكلينيكال انفورميشن سيستم، وبيبدا يعمل هو لوحده يعمل ديسيجن ميكنج، او بيدي سجشنز ان هو يعمل ديسيجن ميكنج عشان احنا نستخدمها. طبعا السيستم ده يعني الناس ما بتشتغلش بيه كتير قوي، لانه محتاج ناس كتيره وقوه بشريه كبيره جدا علشان يتابعوا ويعملوا الشغل ده. فهنركز على الايه الاثنين المهمين، الادمنستريتيف والكلينيكال انفورميشن سيستمز، دول السورس بتاعنا. احنا عرفنا الداتا فين، هنعمل بيها ايه؟ قلنا عرفنا الداتا، هنقولنا هنعمل ايه؟ هنجمعها. يبقى اول حاجه هنعمل ايه؟ هنلم الداتا، اجريجيشن. لمتها، لميت الداتا، ببدا اعمل لها حاجه اسمها ديسبلاي. الديسبلاي هي طريقه عرض المعلومه. مهم قوي ان انا اعرض المعلومه في صوره مرئيه تكون مفهومه، لان ممكن انا اكون بفهم في الاستاتستكس والقاده ما بيفهموش في الاستاتستكس، فانا عايز اقول له والله احنا عندنا مشكله في البيشنت فول ده والنتائج اهي، وادي له ارقام، مش هيستجيب معايا. انما لما اعمل له رسمه ظريفه كده ويلاقي سهم نازل لتحت او سهم طالع لفوق بيدل على مشكله وخط احمر وبتاع، هيبدا يفهم الموضوع مش ازاي بدون ما يبص بدقه يعني. يبقى انا بسهلها على القاضي.
تمام، ولازم الداتا دي برضو تقع اوفر تايم، لان مهم جدا ان انا اقارنها بالوقت. انا عندي كام حاله بتقع في الشهر، المريض اللي بيروح الاو بي دي كلينك مثلا وليكن الدايبيتك كلينك بيقعد قد ايه ينتظر؟ يبقى انا لازم احطها على التايم علشان افهم البروسيس بتاعي ماشي ازاي. الكلام ده بيallow the users to determine the type, cause or extent of problems، وكمان هتساعدنا في ان احنا نحل المشاكل ونعمل البيست براكتس. وقلنا تاني ان لازم اعمل الديسبلاي بتاعي او الجرافيكس اللي بقدمها لازم تكون في شكل ظريف وتكون مفهومه وسهله جدا علشان تتحلل. ده مثال للبوبوليشن اوف كانتريز اوف ذا يوروبيان يونيون سنه 2007 بالبرسنتج. لو احنا قلنا البوبوليشن كلها 100، فالمانيا واخده منها 16.6، وفرنسا واخده 12.8، انجلترا واخده 12.3 وهكذا. يعني انا مجرد ما شفت الصوره فهمت الموضوع ماشي ايه، ده التقسيمه ماشيه ازاي والحتت اللي مقسومه ازاي وكده. لازم الصوره تكون سيمبل. يبقى الملخص المفيد ان انا عندي داتا، الداتا دي بجمعها مع بعض بتطلع لي انفورميشن، الانفورميشن دي بترجمها بعمل لها ديسبلاي واعمل لها انتربريتيشن فتطلع في صورة نوليدج. النوليدج دي خلاص انا فهمت ان عندي مشكلة ولازم احلها، طيب يلا قدموا لنا الحلول. طبعا هناخد الحل ده او ناخد الحل ده. يبقى بعمل هايبوثيسز دي يعني انك انت تفترض الحلول، لو غيرت كذا هتبقى افضل ان شاء الله. غيرت وعملت ديزاين جديد وبدأت اطبق الديزاين ده ورجعت اعمل كوليكشن جديد على الديزاين الجديد علشان اشوف الارقام اتغيرت ولا لا، فبرجع للديتا تاني والانفورميشن تاني والنوليدج تاني وهكذا. الكلام ده موجود في شابتر 4 صفحة 198 من جانيت براون. ان شاء الله هنكمل الديتا ديفينيشنز، شوية تعريفات عن الديتا، ونبدأ ندخل بقى في الغويط شوية.